نقول لك كلمة يرحم بوك ما تقطعني، أنا ما قطعت. شوف يا أخي إحنا عندنا ناس هنا عندنا مشاكل، إحنا عندنا أبطال هنا بحال تزيزة وفالة بوصولة وكذا وكذا وإبراهيم زاودي شحال من واحد اللي رايكم زيريك جا المغرب باغي يداويك قال له ما تداويني وما عندي من عدل بيك ومين نتكلم مع الخليج كذا قال له راه مسبوك واحدين وواحدين وعندنا عائلات ومعتقلين أهلهم متباركين معاهم عندهم أهلهم شي من الفقراء وعندهم مشاكل ياسر وعندهم ذاك اللي تقول وعنده ياسر من المشاكل يا حافظ شوف زي اللي قلت تقول كامل صحيح خالقة بيضة مالية ترد فيها والحقيقة اللي هي ما خالقة أنا زين عندي ذا تقول ما خالقة بيضة ما فيها المشاكل يعني سبيل المثال لغان هاي المشاكل ياسرة كثرت صابرين أنا ماني أنا أقري لأن غطي أنا المشاكل أقري قد نغطيها والله نغطيها حال ثاني شوف فانا عينك على هاي العمية أول عمية شو معلوماتك جاتها الفضلياتك والمعلومات في وقتها عراهم باسبوراتهم لا يعدل مش فيزا ولا يمرقوا هذه واحدة اثنين هذا في الشهر يا كلامك في الشهر عليه انت رايك مين تعد مالك مطلع على بعض الامور انا ما اتكلم عن فراغ انا من اجبار تربط علي الاخبار اماله انا ما اتكلم من فراغ انا اجبار تربط علي الاخبار لك هو اللي ببدي في الحال حتى تقول لك يا ويدي يا يابغ لك احمل الزقاع على شنهم المعايير اللي تم انتقابهم في الوقت خارج ازدواجية في المعايير على اساس تم انتقام مجموعة من المشاكل يا اما لا على اساس الصنات اللي نقول هذه خارج ازدواجية في المعايير الجملة من التجاوزات الفردية في المنطقة المشاركين في الوفود والندوات الدولية لا على اساس قبلي ولا على اساس الله اساس شي ما نعرف شنو بالتالي خارج مزايدات وتعرفها وعافينا كاملين هو بس لا تحط في الصورة وما نتم الغطس السمك بالغربان. عن أمة محمد لا تجتمع على طالع. ما خالق مدى من الصحراء. يا غير أمة اللي قال لك أمة اللي لا تستوحش طريق النظام اللي قلنا في السالكين فيه. فاهم؟ الزواجية في المعايير هذا كذا هذا كذا هذا كذا واللي خوته اللي خوته في القيامة غزي الذي يروق عمر. بالتالي. معنى ذاك عن الناس تعين اللي يبغاك. واضح. تعين اللي يبغاك. الناس اللي هون تعين اللي يبغاك باتصال معاكم توما حد ثاني